اسمي زينب محمد، خبيرة تجميل، عمري 42. مشكلتي الجفون، عندي كتير نازلة وعم تزعجني. يعني لما اجي احط فونديشن، احط سوري شادو ولا ايلاينر، يعني وانا عاملة هيك مثلا احط ببين، بس انزل حاجبي مثلا هيك بيتغير، بيصير الجفن اللي فوق خلاص غطى الشادو وغطى الايلاينر، ما ببين جمال العين مهما عملت فيها. يعني سواء حطيت شادو او حطيت ايلاينر ما بتبين. عشان هيك انا جيت عند دكتورة عشان تشيل لي هاي البطة الجلد اللي فوق العين عشان يبين شكل العين حلو. بعد ما فحصتني الدكتورة طمنتني وقالت لي انه هاي مش مشكلة كتير، يعني مش مشكلة اساسا، يعني حل، حتى لو مشكلة حلها كتير بسيط. وان شاء الله انا متفائلة خير في الدكتورة ريهام عفيفي، ونفسيتي كتير مرتاحة هلا، اعطتني شوية تفاؤل وهذا، بس الحمد لله ان شاء الله خير. قالت لي زينب بالعيادة بتشتكي من ان شكل عينيها مش عاجبها، لانه بالذات خاصة لما بتحط ميك اب ما بيكونش الشكل في احسن حالتها، وده بيديها عمر اكبر من عمرها. هنقدر نساعد زينب ازاي؟ في الاول وده اهم حاجة في العملية، ان احنا بنحدد رسم للجفن، بنحدد فين بالظبط هنفتح، وقد ايه بنحسب قد ايه من الجلد المفروض ان هو نشيله علشان يديها شكل كويس. وبعدين لما بنبتدي، اول حاجه بنبتديها بعد ما بنشيل الجلد الزياده، ان احنا بنبتدي ندور على الدهون الزياده ونشيلها. قفل الجرح بيتم عن طريق غرز بتتاخد بطريقه تجميليه، وبنختار الخيوط المناسبه علشان ما تعملش سكار او الندبه اللي هنسيبها تقدر تختفي بعد كده بسهوله. حاليا احنا بنعمل علامات وبنرسم الجفن، لانه مهم جدا انه تتم الخطوه ديت بدقه شديده، عشان يبقوا العينين الاثنين، نبقى متاكدين ان العينين الاثنين في النهايه هيكونوا شكلهم زي بعض. زائد انه مهم جدا علشان احافظ على وظيفه الجفن وما ضرش بوظيفه الجفن فيما بعد، ان انا اخد قياسات مهمه علشان سلامه وظيفه الجفن. سعيدة من النتيجة بتاعت العملية دلوقتي، هي رادي ان هي تمشي لما تحب. النهاردة احنا قلنا لها انه متوقعين هيكون في ورم شوية في الجفن، في زرقان حوالين العين هيكون موجود شوية، ويمكن بعض نقط بسيطة من الدم تطلع من الجرح، لانه احنا ما بنقفلش الجرح باغلاق محكم، علشان لو في دم زيادة عايز يطلع بدل ما يتحوش تحت الجلد ويسبب ورم زيادة، بنحبه ان هو يطلع في اليوم الاول. النهاردة زينب جات لي آخر زيارة، فات أسبوعين دلوقتي على العملية. الأسبوع اللي فات شلنا الخياطة، وأنا الحقيقة مبسوطة جدا من النتيجة. من الناحية الطبية الجرح شكله كويس جدا، النتيجة متساوية في العينتين، الانتفاخات اللي حوالين العين راحت، بقى فيه شكل جمالي في العين أكتر. زينب بعتقد انها مبسوطه، عشان دلوقتي بقى في مساحه في الجفن لما تحب تحط ميك اب براحتها، والمناطق اللي كانت مضايقاها علشان فيها انتفاخات بقت شكلها اجمل دلوقتي. طبعا
طبعا انا بنصح اي حدا عنده نفس مشكلتي انه يتفضل يجي لعند مستشفيات المغربي للعيون ويعمل عملية، لانه بصراحة انا كتير مبسوطة بالدكتورة ريهام عفيفي.